بعيد يبدو النيل وشريطه الأخضر مثل وشم يختزل التاريخ ويختزل الحياة عبر الصحراء الشاسعة في بلاد النوبة بشمال السودان. قبل 5 إلى 6 آلاف سنة لم تكن الصحراء على جانبي النهر هنا بمثل قسوتها الراهنة. رغم أن التغيرات المناخية أدت إلى ما نشاهده اليوم من شريط ضيق يستمد حياته من النيل وتقوم على ضفتيه أوجه الحضارة والعمران، كما قامت مملكة كوش أولى حضارات ما يعرف اليوم بالسودان الحديث والتي ازدهرت ما بين عامي 2500 قبل الميلاد و450 للميلاد. أردنا أن نبدأ الرحلة مع السودان من هنا من الضفوف الغربية، أبرز آثار كرنة العاصمة الأولى للكوشيين النوبة، وهم على الأرجح من الشعوب الحامية. بنى الكوشيون هذا الحصن العسكري أو المعبد من الطين، وهي المادة التي يستعملها السكان هنا في بناء منازلهم حتى اليوم. ورغم عوامل المناخ وعاديات الزمن ما زال الحصن قائما وسط مجمع أنيط اللثام مؤخرا عن آثاره. وتشير الآثار المكتشفة إلى أن الكوشيين بلغوا في فنون المعمار شوطا واسعا، وأنهم كانوا على اتصال مستمر مع الحضارة المصرية الفرعونية في علاقة تخللها السلم والحرب والعبادات المشتركة كما هو شأن السودان عبر العصور. وغير بعيد من الدفوف في هذا المجمع السكني القديم يعمل البروفيسور تشارلز بوني من جامعة جنيف منذ 45 عاما استكشاف حضارة الكوش، وهو يؤمن بأن العلاقات بين الفراعنة والكوش ذات أعماق بعيدة أنتها المصالح الاقتصادية والأمنية. وجدنا ليس فقط بلدة مصرية بل بجانبها مجمع ديني نوبي ضخم، والأمر كما هو اليوم، الناس يذهبون إلى الصحراء للتنقيب عن الذهب، وأنا شاهدت الكثير من الناس يذهبون للصحراء للعثور على الذهب، وربما كان أحد أهداف المصريين القدوم إلى هنا وأخذ ذهب النوبة بالإضافة للحجارة والعاج وخشب الصندل والعطور وأشياء أخرى، ولكن الذهب أساسا. هنا اكتشف البروفيسور بواني معابد مصرية فرعونية وأخرى كوشية إفريقية جنبا إلى جنب، وهو أمر مثير. وقد ظلت حضارة كرم مزدهرة إلى أن غزاها الفراعنة وقضوا عليها، فاتجه الكوشيون جنوبا بعيدا عن الخطر الفرعوني، وهناك أسسوا مملكة نبتة فازدهرت وقويت على حساب الفراعنة أنفسهم ما بين 656 و590 قبل الميلاد. عثر على هذه التماثيل السبعة لأشهر ملوك نبتة مدفونة في الضفوف بعد أن حطمها الفراعنة المصريون في غزوة لكرنة. في هذا الممر كان يسير الموكب الملكي إلى منصة التنصيب، حيث كان ينصب جميع ملوك نبتة. هنا في حضن جبل البركل أقام كوشيو نبتة أعظم معبد للإله أمون رع إله الشمس الفرعوني. ومع أن الرمال تزحف اليوم على هذا المعلم الأثري العظيم وتهدده، فإن اتساعه وأبهته تشير إلى عظمة نبتة في المعمار والنحت. على هذا المقعد كان الملك يجلس إذ يتوج، وهنا كانوا يقدمون القرابين وتعيش بالجوار الأسرة الملكية. غزا ملوك نبتة مصر الفرعونية وحكموها أكثر من 40 عاما، وهو ما يعرف بحكم الأسرة 25.
ومن أشهر ملوكهم تهارقة الذي قاتل الفرس وهزمهم وقاتل الأشوريين ووصلت جيوشه إلى سوريا وفلسطين وورد اسمه في التوراة. ولما ضعف الكوشيون بعد أن هزمهم الأشوريون وقويت مصر الفرعونية مرة أخرى نقلوا عاصمتهم أبعد جنوبا إلى مروي، وهنا استمرت حضارتهم حتى عام 450 للميلاد. أقام ملوك مروي المدفونون في هذه الأهرامات حضارة مزدهرة، إذ اخترعوا الحرف المروية الخاصة بهم وتخلوا عن الكتابة الهيروغليفية وأتقنوا صحر الحديد وصناعة الفخار اللامع التي ورثوها من نبتة وكانت تتفوق على كل ما خلفته الحضارات الأخرى. ورغم الدمار الذي لحق بأهرامات مروي والرمال التي تكاد تغطيها فإنها ما تزال تحتفظ بعظمة الحضارة البائدة وتثبت أن أرض السودان التي نعرفها اليوم لم تكن يبابا خاليا من الحضارات قبل أن تفد إليها الديانات والهجرات والثقافات اللاحقة. ولئن قامت حضارة كوش على جانب النيل وبادت فلم يبق إلا معالمها، فإن عادات أهلها المتأصلة في الذاكرة الجماعية ما تزال تصدع في أعراس أهل النوبة إلى اليوم. هنية النيل تتبارك عرائسهم. وبما تجود به أرضه يتعاهدون في السراء والضراء. من رمل الصحراء الذي بنى به الكوشيون ما زالوا يبنون، وحتى أوانيهم اليوم من مثلها شرب أجدادهم قبل آلاف السنين، ونقوشهم هي نفسها محفورة في البيت وفي الذاكرة. بانتهاء مملكة مروي على يد عيزان ملك الأحباش وفدت الديانة المسيحية إلى النوبة، وأقام النوبة ثلاث ممالك مسيحية ظلت تحكم إلى أن جاء الإسلام وهاجر العرب إلى مصر والسودان. ننتقل إلى ضفة النيل الأخرى في دنجل العجوز. هنا وقفت جيوش المسلمين في عهد عمر بن الخطاب عند حدود مصر الجنوبية. استشعر ملوك النوبة المسيحيون الخطر، خاصة وأنهم كانوا على علاقة بملوك بيزنطة ومسيحي مصر من الأقباط، فأخذوا يغيرون على حدود مصر الجنوبية. فسارت إليهم حملة بقيادة عبد الله بن أبي السرح، وبعد قتال شديد وقع معهم اتفاق الوقت عام 651 للميلاد 31 للهجرة. هذا هو أول مسجد بني على أرض السودان من قبل الدعاة الأول، ويحمل اليوم اسم عبد الله بن أبي الصرح، ويقال إن اتفاق البقط وقع هنا بداخله. بناء المسجد الأصلي مهدم ومهمل اليوم، تكاد الرمال تمحوه من الوجود. وفي هذه المنطقة قامت أول خلوة في السودان حين وصل الشيخ غلام الله بن عائد الحضرمي وأقام هنا مسجده وخلوته وأشعل أول نار لتحفيظ القرآن الكريم. وتضم هذه القباب رفاة أبنائه وأحفاده الذين أقاموا علاقات ودية مع النوبة المسيحيين وأصبحوا فيما بعد سادة المنطقة. لم يتبقى من كنائس ممالك النوبة المسيحية إلا هذا المبنى الذي رممته جمعية أمريكية، وقد وضع اتفاق البقط حدا للحروب مع المسلمين إلا القليل مما انتهى بانتهاء آخر الممالك المسيحية في علوة أمام الزخم المتعاظم للقبائل العربية المهاجرة من قحطان وربيع وقريش وقيام دولة بني الكنز العربية بعد ذلك. اتفاقية البغت ذات السلم